السلام عليكم، دي سير بوي بيج رياكشن. رجعنا لكم ولاد برياكسيون جديده، ونعرف اللي بديت عليكم عندي مدايده ما هبطش الولاد فيديوهات، عندي قرابه جمعه كامله صاحبي ما خدمناش وما هبطنا حتى رياكسيون، كيف كيف ماناش موجودين في الانستغرام، وبيان سور عندنا سبب الولاد وتلقاوه في الانستغرام بيجي ما رياكشن 22 من ستوري الاولى في الديسكريبسيون يا برو، ادخل غادي شوف ستوريات تفهم علاش، اما هذا ما يمنعش الولاد. المهم والاهم رجعنا لكم بريتم ان شاء الله اقوى، بموزيكا ديما موجوده حتى كان ما فماش جديد، فما برشا حاجات اخرى بدلنا برشا حاجات الولاد، وبقدره ربي باش نتحسنوا اكثر واكثر، خاصه بطلب من عندكم انتم، نعرفوا اللي برشا فقدونا برشا ميساجات من عندكم، ان شاء الله باش نجاوبوكم الناس الكل الولاد في وقته، وبيان سور كيما قلنا نرجعوا بحاجه حصريه جي جي اي هبط لنا تراك صاحبي. اسمع كل اللي عرفته كل اللي رجعنا ورجوع الربي صحيح، او فرد الوقت كل رجع بيها يا برو مع جي جي ا وكليب اوفيسيال خاصة، ومازال فريش فريش ما نقولش ليه الولاد، خاصة انا واحد من الناس بيني وبين روحي عندي كيما نقولوا كيما قلنا جمعة ما خدمتش رياكسيوناتك، اللي حاس فما حاجة ناقصة، والناقص هي الموزيكا برو اللي هي الحاجة اللي مالف بيها وديما بقدرة ربي باش تكون موجودة. على كل حال الولاد ما نطولوش عليكم، جي جي ا هبط لنا تراك لاكي نمبر 7 كليب اوفيسيال، ليتس جو نشوفوا شنو هي الفوضى، نشوفوا شنو هي اللغه، نشوفوا جي جي شنو هي هبط لنا صاحبي، متحمس فوق ما تتصور، ما نكذبش عليك برو، كي نغيب على حاجه كيما هكا راني نفقدها، دونك يلا بينا كالعاده والعوايد بيج رياكشن ارجع لكم، ليتس جو جي جي سمعنا. على فكره الولاد بين قوسين برو هذا ميساج واحد برك كان تتفرج فيا يا برو، بالنسبه للكافر الولاد باز راكم لاحظتوها اللي تبدلت، والتصويره هذيك مش نتاعي، خدمها لي واحد يرحم والدي من الانستغرام، عنده مدايده جوست بدلت لها اللون وتوا حطيتها، دونك برو راني ما لقيتكش في الانستغرام برشا ميساجات، دونك ابعث لي ميساج يا برو، نحب نقول لك موضوع وفرد الوقت نحب نهبطك ستوري اللي انت خدمتها هذيك. على كل حال الولاد نحطوا كل شيء على جنب، جي جي ا سمعنا صاحبي راني متحمس، تعرفني كيف متحمس نوحل يلا. كبر لكم الكليب بار Shut it down lady. اي برو اي البيت هذا وحده تفهم جي جي شنو باش يقدم لك صاحبي، فما برشا ميساجات تسمعهم، فما رسائل موجهه لاشخاص معينه والحكومات والدول، ربي يستر صاحبي سمعنا برو. اسمع اي كان بلاد ماشيه وتضييق، ولادك من ويفيق، ناس تجري على فرانك الزيبيق، حد ما عادي يتفيق. اغزر باش بدالك، بدالك بحقيقة موجودة نعيشوا فيها كل يوم برو، هذاك شنو موجود في حياتنا حاليا، العباد كيفاش ولات تخمم، بلاد النفاق من قبل مش من توا، ما كل شيء ولا يظهر أكثر، جي جي قول لنا ماناش سريق، كنت جايب فلوس اللي فيق، تقول لك حفل روب الوريق، وأنا في الأصداق الأخلاق، وقت مبايني باش تكسي حكايني، لا عيلة لا صحبة ويني، وكان الرب اللي حاميني. That's a fact يا برو، that's a fact يا برو، ربي سبحانه وخليه عليه، قدرة ربي يحميك، خاطر لكش تلقى للصحبة، لكش تلقى ديما كلي باش تتعرض نهار، فهمتني كيفاش المواقف باش تفهم اللي راك وحدك. وذوب كي هوديني يا منهم يزيني، حق فوق ما نقول اعطيني، وكي نبعد منا يكفيني. عارف وين ماشي، عيني بوصول، البيروس وصول. عارف وين ماشي يا برو، فاهم كي تبدا روحك، عارف روحك وين ماشي، فاش قاعد تعمل وين تحب توصل. راهو حرفيا ما ينجم يوقفك شيء يا برو، خاصة وانك تعمل على ربي صح،
دونك فما حاجات راهي زاده راهي ساعات تحبك اللي تبركك تحبك اللي تجبدك شيوه من اشخاص ولا من فازات ومواقف وكذا شعليك فيهم ديما القدام كان عندك تعرف روحك وين تحب توصل قدام وماني كسول وعارف اش معناها وصول شهريتي مش ملي دارة ما جيتش نضرب جيتارة ما جيتش نطلع في البارة نعرف ربح نعرف خسارة نعرفهم مليح غدارة مش مليوم نعرفهم مليح غدارة ومش مليوم قول لهم جيجيها مش مشكل راهم غدارة برو راهم كيمشي يلقاو فيك الضربة شي عفص ويتعدى طلع في البارة نعرف ربح نعرف خسارة نعرفهم مليح غدارة مش مليوم كلش بسوم اللي يطيح ما عادش يقوم انت صغير انت مغروم شوفوا فيا كل فارسة وشوفوا انتي سيتي فيسا من سوسة الباريس للجيزة بالغريزة لازم تنجيزة هيك شوارع كشرب باتني كيما نسيتهم نسيتني مالي بالي بعينك لاتني شفاتني الغفلة ديتني تونس هيك الحسبة باكو تروف الكسبة زتلا تونس هيك الحسبة وباكو تروف الحسبة برو ولا الكسبة برو تونس هيك الحسبة برو تونس ولات متكلفة متكلفة العايش فيها ومكلف انك تكون فيها مكونة دي مكلف برشا حاجات الحياة انك تعيش كبشر عادي زوالي على روحك راك ماكش تنجم توصل وفرد الوقت باش تكون اصعب واصعبين دونك هيك علاش يقول لك باكو تروف الكسبه مكثريه العباد بعثت المستقبل بعثت كل شيء اعطيني شيختي اللي في راسي شمني في الباقي هذا انتوما وين حبيتوا توصلوا مش هو راهو يا برو وين غادي المشكل صح كي مستا وين نترى على الفسبة دي مش متاعي نخدم وساعي نغطي في وجاعي نعرف دي وحدي بالغدرة واعي هدرة لا داعي نجيبها بذريعي دفعوا روبي هدرة لا داعي نجيبها بذريعي يا برو فاهم فاش فاهم فاش يحكي لك فاش يحب يوصل لك جيجيا نغطي في وجاعي نعرف دي وحدي بالغدرة واعي هدرة لا داعي نجيبها بذريعي دفعوا روبي من حب دماعي حب اصطناعي صعيب اقناعي ربي ما يعجبها الروبيعي سبحان الله ماكمش متاعي كان بلاد ما جاوت الضياق جودتك من وفاق ناس تجري على فرانك الزباق كيما قلت لك برو من اللي سمعنا اول دروب بيت باللي سمعنا البيت كي تخل عارفين اللي تراكش نسمعوه هارد على الاخر عارفين اش نسمعوا جي جي ام تاع ايامات زمان برو هيك اللي باش نحسوا الفايب هذاك وفرد الوقت كلغه كلغه الكتيبه هذيك اللي تزيد كيما نقولوا تشيخك اكثر واكثر خاطر كنا نعرفوا جي جي قبيحته موجوده من قبل وموجوده في بلاصتها خاطر تو سامبلومون اللي نعيشوه جي جي يخرجوا في التراكات نتاعو في الراب نتاعو برو هذيك تونس هذيك دولتنا هذيك مع عبادها العباد كيفاش ولات سواء تتصرف ولا تتصرف من قبل الغدرة الخيانة برو الشيء موجود وكلنا نعرفه دونك خلي جي جي يحكي صاحبي خلي يقول خلي يذكر العباد وين تعيش حد ما عادي يتفيق مناش الصرفيق كنت جيب فلوس اللي فيق تقول لك حمل روب الوريق وانا في الاصداق الاخلاق الوقت مدايني باش تكسح كايني لا عيلة لا صحبة ويني وكان الرب اللي حاميني باكو ذوب كي هوديني يا منهم يزيني حقي فوق ما نقول اعطيني وكي نبعد من حقي نفك وما نقول اعطيني يا برو مفهميش كلمة تعطيني فك وكان حقك فك وصاحبي تعارك عليه غور عليه اعمل اللي تحب مادامو حقك برو من الاخر صح وذوب كي هوديني يا منهم يزيني حقي فوق ما نقول اعطيني وكي نبعد منا يكفيني لا تموت طلع في الكوتة زلل تهز في حديد وعزر رفح ومسموتة بديد نغرب البنس فهمت علاش قلت لك يحكي لك في حقيقة خاطر هذا الواقع هذا قاعدين نسمعوا من عند جي جي شنو قاعدين نلاحظوا ونراو في شارع شوارعنا وحومنا ودنيتنا صح ما نقول اعطيني وكي نبعد منا يكفيني لا تموت طلع في الكوتة زلل تهز في حديد وعزر رفح ومسموتة بديد نغرب البنس في ناري فيها وحدي نطفي ناس في اللايف خاطر الشهرية ما تكفي ناس تخوف موتا بش خاطر الشهرية ما تكفي ناس دورتها في اللايف قصك الكلمة ما باز رئيس فيها معناها كلي تعمل في موضوع ياسر خايب يا برو وذاتس افكت مرة أخرى كما قلنا الأولاد السوشيال ميديا حاليا في تونس في حالة كما نقول قاعدة يا برو يدي كيف ما كارثية وقبل ما صارش الشيء هذا قبل خاطر اوتوماتيكمون السوشيال ميديا تسيبت اكثر واكثر عنا برشا توانسة عنا الخماج عنا الخماج عنا لا 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 سوا في الاناثي القحاب وسوا في الذكور انا مبن تو سامبلومون الاولاد من غير ما نكسر راسي برشا وهذوك ما اللي قاعدين يكثروا اكثر واكثر خاصة اللي ماهمش يعيشوا في تونس اللي يعيشوا لبرا خاطر في تونس نجم سيلو طرف مشاكل حرقة مع دارهم كذا اما لبرا تو سامبلومون اللي ما عندكم ما تعملوا لي فهمت كيفاش اما فرد الوقت قاعدين يقدموا كيف ما نقولوا في لايف وحاجات ياسر خايبه برو بيان سور فما البعض اللي جوهم احلى جو يخدموا على رواحهم ربي عينهم ما ضروا حد جوست يعرفوها لايف كبس كبس ريقل امورك فما الاخرين برو كلنا نعرفوا اللي شيء هذا موجود وقاعد يتكاثر اكثر واكثر
ماكش تنجم توقفوا، اما مش يجي نهار ويقف تهنا هكاك، جي جي يذكر العباد صاحبي راهو العباد اللي تبعوا فيه وما ذوك انتوما اللي قاعدين كيما نقولوا تبرهنوا لهم في وجودهم وفي بالهم اللي هما ناجحين ويكملوا جروب. الشرط كبير كبير يستنبط في الشرط، بنات الناس لا قيمه لا قدر لا اصلي فكر لا راجل حز. بلاد الناس لا قيمه لا قدر، برو ايه القدر والقيمه ما عادش تراهم في الدنيا ولا في عقلك. شرط كبير كبير يستنبط في الشرط، بنات الناس لا قيمه لا قدر لا اصلي فكر لا راجل حزر. بالحارب بالحزمة نفك الكل ما نحب القزمة، بيي تنشم النزمة وما نحب نتفرج في نسمة، تخدم وما نفلت فرصة حبوك توليك لحنش تدور على الفرزة، وكان علي قاتل الغرزة نتبع فيها دوزة دوزة ارمي لدون. كان علي قاتل الغرزة نتبع فيها دوزة دوزة، بيا من قبل نقول لكم برو راكي تعيش كي تعيش تو سامبلومون كلي ترا في كل شيء، كل شيء تلاحظ فيه تعرف العباد فاش قاعدة تعمل والعباد شنو تخمم وشنو تحب تعمل لك سواء تجاهك انت ولا تجاه بعضها. يعني كي تعرف الدنيا كيفاش وليت ما تحكيش برشا، راني لاحظ وراني ساكت، تعملوا اللي تحبوا وقتها برو راكش تفهم الدنيا بالضبط بالضبط، والدراما الزايده الكل بعبادها على بعض باش تحطها التالي وتركز كان بالهدف نتاعك. ناس بوسه بوسه عباد هربه لمبادوزه، الفقر ينيك وراس العزوزه. الفقر ينيك وراس العزوزه، ديزولي جي جي اما لازمني نذكر بيها. برو برو تراكيت نتاع جي جي اللي نحبوهم برو، التراكيت اللي انا واحد من الناس نشيخ عليه برشا كي يبدا تراكي مرة هكا، ونرجع كاول رياكسيون بعد جمعة كاملة غياب عليكم من زوز شانات الولاد، ونعاودوا نتأسفوا مرة اخرى. وكيما قلنا السبب موجود في الانستغرام تو تعرفوا علاش، اما فرد الوقت الولاد قلنا لكم رانا باش نرجع بقدرة ربي بريتم ما اقوى، وبديناها بحاجة كاسحة ديجاك اللي شنعت الريتم، ديجاك اللي عرفتها طلعت لي هاي بارز عرفتها الفوق، يعني مانيش باش نتوقع باش نسمع حاجة كاسحة اكثر، اما ما تعرفش عليها برو عنا برشا رياكسيونات وبرشا موزيكا. نرجعوا لجي جي لاكي نمبر 7 و7 في الواحدة هيك 7 7 7 فهمتي كيفاش ذو لاكي، يمكنش فيلم وانا فازع حطونا في الكومنتات الولاد فسرونا العملية بالضبط، اما هذا ما يمنعش الولاد اتراك انا واحد من الناس نحكي على روحي قبل وبعديك نحكيو على كل شيء. الولاد را التراكيت اللي كيما هكا جي جي يبدع فيهم، اول حاجة علاش خطر كيما قلت لك ستيلو جي جي اللي نعرفوه، قبيحة جي جي اللي نعرفوها، الرسالة اللي تبدا متوقعها باش تسمعها من عند جي جي، انا كي نبدا في نهار هكا داخلك حتى في التليفون حطيت حط كيت باش نسمع جي جي عارف اللي باش نجمع باش نسمع كلام كاسح، كتيبة كاسحة فما ايجو صحيح، اما مكثرية فما علاش مكتوب التراك مش باش يخرج كل تراك هكاك ملحيك ما هو يعمل في حد شيء يحكي على فلوس وعلى نافي وكذا وكذا، ليه برو ديما عنده مواضيع يحب يوصلهم والا كوارت يحب يفرشهم سواء على الدوله ولا على العباد كيفاش تعيش وكيفاش ولات. افكتيفمون اللي سمعناه بالكلمه بالكلمه بالحرف بالحرف وفسرت قد ما نجم، ونتصور كلام واضح صاحبي وصريح جدا انه كل شيء في بلاصتو برو، هذاك الواقع اللي نعيشو فيه تو، دونك ستر الله صاحبي على ربي، وكي تبدا فاهمها وحاطط عينك وين تحب توصل راك باش توصل برو، وش عليك في الدراما وش عليك في الفساد واللي داير بيك الكل حتى وكان في السوشيال ميديا وتحب حتى وكانك تيك توكر يا برو. تو انا كي نجي نتخيلها صاحبي يما لا العباد تو مكثرية اللي مكروهين وكل يعملوا في المشاكل وفي قلة الحياة وفي قلة التربية وفي الهم الأزرق الكل اللي توقعوا في راسك تلقاه الكلهم في تيك توك في لايف ويت، فما عباد اللي بالرسمي مريقلة تخدم على رواحة، تخيلها انت من العباد هذوك ما باش ترى كيفاش الدومين ياسر فاسد اللي داير بيك اوتوماتيكمون عباد تجمع كي تحكي على تيك توك ولا على لايفيت والعباد تحل في اللايفيت تمشي فيهم كومبليتمون على بعض، وحتى وكان انت مريقل اوتوماتيكمون تنجم تبطل. ليه برو بالعكس خليك كيف ما انت، اخدم على روحك واقعد محترم واقعد متربي صاحبي وما طيحش مبادئك، والكلنا نعرفوا علاش هذاك الكل صاير كمشاكل برو، خاطر تو سامبلومون المشاكل راهي تجيب راهي تطلع في الفيو راي طلع في الفيم في الشهرة، دونك عباد علاش قلنا ما عادش عندها مبادئ خاطر ما يهمهاش شنو ولا باش تتذكرها نهار اخر، ما يهمهاش المفيد انا تعرفت وندخل في فلوس صاحبي صاحبي. راهو كيما قلت لك اختيار هيك، علاش ما فماش احترام للعباد اللي تختار المشاكل تو سامبلومون. ما نتحلوش في الموضوع، نرجعوا للتراك رغم ان التراك هو اللي هزنا حسب كلام جي جي ليريكلي شنو سمعنا هو اللي هزنا الموضوع هذا، اما فرد الوقت حاجه مؤسفه اللي صايره ما كيما قلت لك العباد هيك راهي تطفى فيسع تو سامبلومون ديما تعدى، وفهمتني كيفاش ما توحلش معاهم ما تسمعش دراما نتاعهم راهي باش تضرك
في مخك صاحبي تو تونسي وحده هو كيقوم النهار ويمشي يقصد ربي يخدم هذيك تجو به عنده هموم وما فماش تونسي ما عندوش مشاكل. يا مبرو زيد كمل تدخل السوشيال ميديا، السوشيال ميديا قبل راكي طلعت راهي طلعت نتاعك رفاهيه باش تفرهد العباد، فيديوهات يضحك وكذا، مش تطلع تتفرج في مشاكل العباد وهذا هاو درشنيه وهذا خاني والاخرى درشنيه والاخرى يا برو تي شبيك صاحبي ما نتحلوش اكثر واكثر الاولاد. هكا نكونوا كملنا جيجيا تراك كيف ما قلنا حاجه عاديه، البيت كيف كيف هارد ذينا ما فكر تراكي هاي بيك فرد الوقت يوصل لك مواضيع ويذكرك في الحقيقه والواقع اللي انت عايش فيه. ان شاء الله بقدره ربي تتبدل الاولاد، يتبدل انه رابوريت تزيد تحكي عليه اكثر واكثر، رابوريت تزيد تنتقد الوضع اللي عايشين فيه اكثر واكثر، لعل البعض يفيق ما تعرفش عليه. هذيك انا فاش قاعد نعمل نحب نوصل رساله خاطر الناس الكل تتبدل برو، دونك تبدل قبل ما وقتك يفوت. راهي فما مبادئ في الدنيا تهمك اكثر من كل شيء، جست انت بالزيت صغير ما تعرفش. اذا مش موضوعنا الاولاد، ننتقلوا ان شاء الله للرياكسيون جاية جايتكم على قريب بعد جيجيا هبط لنا اول تراك. رجعنا الاول رياكسيون بعد 7 أيام كاملين غياب، ديزولي كانوا بديت عليكم الاولاد، هذا علاش تحمست خاطرني عملت جو فرد الوقت يدي كي رياكتي نرتاح انا، وخاصه جيجيا تي ما نقولوش ليه صاحبي بالعكس كلي عندي مدايده انا تويكا من البارح ولا ولت البارح حاب نرجع نخدم الاولاد، ما قعد نستنى في تراكك اللي يخليك اوتوماتيكمون تتبربش ولازمك تسمعه وما تفلتوش. على كل حال كيما قلنا عندنا برشا موسيقى الاولاد، جيجيا قام بالواجب، جيجيا تراك كاسح كيف كيف كليب كاسح حاجه شبابه، ان شاء الله ريتم ما اكسح، ان شاء الله تراكيت اكثر واكثر، ديما نشجعوا على الموسيقى وعمرنا ما نقولوا ليه على الخدمه الاولاد. نتقابلوا في اقرب وقت ممكن الاولاد، ما تنساوش ارائكم كومونتيراتكم دنيتكم اجواءكم السبسكرايب تاعكم خاصه، مرحبا بكم على انستغرام بيجي ما ترياكشن فينا 20 مينسكول الاولاد، واللي في الديسكريبسيون عندكم كيف كيف الشين ثانيه اللي باش يهبط فيها برشا موسيقى اخرى الاولاد، باش يولي فما تقسيمات يعني كل موسيقى في شيره، اما فرد الوقت ديما موجوده الرياكسيونات ومش على موسيقى برك على برشا حاجات قدره ربي. جايكم الفوضى صاحبي فوق ما تتصوروا، جوست واحد كسبسكرايب يا برو وركش مش عليك في الباقي. ما تنساوش موضوع العاده موضوع الاهم الاولاد، القضيه الفلسطينيه اخواتنا فلسطين ذكروا بالقضيه ندعموها باللي نقدروا، تحيا فلسطين دائما وابدا، تقابلوا في اقرب وقت ممكن الاولاد، بيس يا برو.